معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الأولية. متى تستطيع من خلال تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل المشاركة في صفوف لتعلم اللغة الألمانية ذات 600 ساعة؟ يمكنك الذهاب إلى دورة الاندماج وتعلم اللغة الألمانية عندما تتوفر أماكن شاغرة، وعندما يكون لديك أيضا تصريح إقامة مؤقتة لمنع الترحيل. كيف يمكنك أن تتعلم اللغة الألمانية؟ من خلال دورات لغة ألمانية عند مؤسسة تعليمية أو عروض مقدمة عن طريق الإنترنت أو غيرها. إذا كانت لديك أسئلة وتحتاج إلى مساعدة، نحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.